عفوا، ونحن نتحدث عن الوساطة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تقود بلاده عادة جهود الوساطة يقول إننا نجري اتصالات على مدار الساعة لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة في قطاع غزة، وبأننا نعمل مع شركائنا من أجل استعادة السلام واستقرار الأوضاع هناك. إذن الحديث عن جهود لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة، يعني ربما الحديث عن تصعيد مدروس من قبل الطرفين كما يفهم من كلام الرئيس المصري. يعني واضح بأن مصر لا ترغب في أن ترى أيام جديدة في هذه الحملة العسكرية وفي ساعات إضافية في هذه الحملة العسكرية. من الواضح بأن يعني الوسيط المصري يعمل على مدار الساعة ويمارس ضغوطا كبيرة على مدار الساعة من أجل وضع حد لهذه العملية العسكرية. قدمت مبادرة مصرية كما ذكر خلال الساعات القليلة الماضية من أجل وقف مؤقت لإطلاق النار، ومن ثم سيصار الحديث إلى تثبيت هذا الوقف ومن ثم إيقاف هذه العملية العسكرية. لكن على ما يبدو لم تستجب كافة الأطراف، لا الفصائل الفلسطينية ولا حركة الجهاد الإسلامي التي يعني كانت بالدرجة الأولى، ولا حتى الفصائل الفلسطينية الأخرى التي تشارك في هذه العملية، عملية الرد على جريمة الاغتيال، ولا حتى الجانب الإسرائيلي استجاب لأي شكل من أشكال الوساطة.